بسم الله الرحمن الرحيم. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله يرعانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا، قد فاحت الأرض وردا وريحانا. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا، قد فاحت الأرض وردا وريحانا. قد فاحت الأرض وردا وريحانا. السعد وافانا والشوق أضنانا والطير أشجانا والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، الإنسان هو المخلوق الأول رتبةً، لقوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. لأنك إنسان أنت عند الله المخلوق الأول، لأنه في عالم الأزل حينما عرض الله الأمانة على كل المخلوقات، المخلوقات جميعاً أشفقن منها وحملها الإنسان وقال: أنا لها يا رب. الآية تقول: إنه كان ظلوماً جهولاً. لا بد من توضيح. أب كريم عنده أولاد كثر، عرض عليهم دخلاً محدوداً وبيتاً وزواجاً. أما الذي يأتيه بأعلى شهادة من بلاد بعيدة، عرض عليه أن يعطيه المعمل كله. أحد أولاده قال: أنا لها يا أبتي. هل يعد هذا الابن الطموح يعد ظلوماً جهولاً؟ يمكن أن نقرأ الآية: إنه كان ظلوماً جهولاً حينما قبل حمل الأمانة، وحينما طمع أن يكون في أعلى مرتبة، فإن جاء إلى الدنيا ونسي الأمانة ونسي التكليف وانشغل بشهواته، يأتي التقرير: إنه كان ظلوماً جهولاً. حينما قبل حمل الأمانة لم يكن ظلوماً جهولاً، أما حينما قصر في حملها ونسيها إنه كان ظلوماً جهولاً. ما الأمانة؟ أجمع العلماء على أن الأمانة هي نفسه التي بين جنبيه. الدليل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إله يقول قد أفلح، النجاح كل النجاح، والفلاح كل الفلاح، والذكاء كل الذكاء، والتفوق كل التفوق، والتوفيق كل التوفيق، في أن تزكي نفسك، أي أن تؤهلها لجنة عرضها السماوات والأرض. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالأمانة نفسك التي بين جنبيك، ذاتك التي هي أنت. أما هذا الجسم وعاء، عند الموت ينفصل عن النفس. والروح القوة المحركة كالكهرباء، الروح قوة محركة والجسم وعاء، أما أنت الذات البشرية التي تؤمن أو تكفر، ترقى أو تسفل، تشكر أو لا تشكر، تسمو أو تنحط، هي النفس الإنسانية التي بين جنبيك. قد أفلح
من عرفها بربها وحملها على طاعته وجعلها تتقرب إلى الله بالعمل الصالح، عندئذ يسعد إلى أبد الآبدين. أيها الإخوة، أنا في جامعة، واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس، كل ميل لي صفر، ما هذا الرقم؟ ثلاث أصفار ألف، ثلاثة أخر مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، ثلاثة رابعة مليون مليون، كل ميلي متر صفر لمية وستة وخمسين مليون كيلومتر. هذا الرقم ضعه صورة، وضع مخرجه لا نهاية، قيمته صفر، فالدنيا صفر. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، الغنى والفقر بعد العرض على الله. لا يسمى الغني غنياً في الدنيا ولا الفقير فقيراً، لأنه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، لكن كاستطراد سريع. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما البعوضة؟ ورد ذكرها في القرآن الكريم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. بعد صنع المجهر الإلكتروني وضعت البعوضة تحت المجهر، فإذا في رأسها مئة عين، مئة عين، وعرضت الصور في الفضائية السورية، وفي فمها ثمانية وأربعون سناً، وفي صدرها قلوب ثلاثة، قلب مركزي وقلب لكل جناح، كل جناح له قلب وقلب مركزي، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان، والبعوضة تملك جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكن ترى الأشياء بحرارتها فقط. حساسية هذا الجهاز واحد على ألف من الدرجة المئوية. والبعوضة تملك جهاز تحليل دم، ما كل دم يناسبها، تحلل ثم تأخذ الدم. ينام أخوان على السرير، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصاب بشيء، مع جهاز تحليل، مع جهاز استقبال حراري، مع جهاز تخدير، تخدر الطفل لئلا يقتلها أثناء الامتصاص. أما إذا ضرب يده من لسعتها تكون هي في سقف الغرفة تضحك عليه، انتهى مفعول التخدير. جهاز تخدير، جهاز تحليل، جهاز استقبال حراري، مع جهاز تميع للدم. دم الإنسان سمج أحياناً، تميع الدم ثم تمتصه. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. أما في خرطوم البعوضة فيه ست سكاكين، أربع سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم على الضغط إذا وقفت على سطح أملس. والبعوضة في القرآن الكريم من الإعجاز العلمي، بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني نعرف ما البعوضة، ومع ذلك لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. لذلك أيها الإخوة،
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، وعنوان المحاضرة وحملها الإنسان، قبل حملها. قال أنا لها يا رب. إنه كان ظلوماً جهولاً حينما قبل حملها؟ لا، أما إذا قبل حملها وتوانى في حملها ولم يؤدي الواجب إنه كان ظلوماً جهولاً. أيها الإخوة، النفس هي الأمانة. قد أفلح من عرفها بربها، ومن حملها على طاعته، ومن جعلها تتقرب إلى الله بالعمل الصالح. وقد خاب من دساها، جعلها غافلة منحطة. لذلك البشر 6,000,000,000 على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم وجنسياتهم، لا يزيدون عند الله عن نموذجين: نموذج عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، ونموذج آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه فهلك وشقي في الدنيا والآخرة. لذلك الآية الكريمة: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، بناء على ذلك اتقى أن يعصي الله، وجعل أساس حياته العطاء، يعطي. والثاني استغنى عن طاعة الله وجعل أساس حياته الأخذ، لأنه كذب بالحسنى أي بالآخرة. الله عز وجل سمى الجنة هي الحسنى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذاً التقسيم الإلهي للبشر مؤمن وغير مؤمن. مؤمن عرف الله، انضبط بمنهجه، أحسن إلى خلقه، سلم وسعد في الدنيا والآخرة، وغير مؤمن غفل عن الله، تفلت من منهجه، أساء إلى خلقه، شقي وهلك في الدنيا والآخرة. والآية تؤكد ذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيها الإخوة، حينما الإنسان قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، بنص القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. المسخر له أكرم من المسخر. ما في السماوات وما في الأرض، النباتات، الأطيار، الأسماك، الحيوانات، المجرات، السماوات، الأراضين، كل ما في السماوات والأرض مسخر لهذا الإنسان. فأنت المخلوق الأول رتبة. لو أن الإنسان يدرك من هو، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة، الآن ندخل في التفاصيل. لأن الإنسان قبل حمل الأمانة وطمع أن يكون المخلوق الأول في الكون، الله عز وجل أعطاه
مقومات هذا التكليف. هو قبل وتمنى وتطلع، أعطاه الله مقومات هذا التكليف. المقوم الأول هو الكون، الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. هذا الكون هو الثابت الأول. اجلس مع كل البشر، مع كل أطيافهم، مع كل اتجاهاتهم، مع كل مذاهبهم، مع كل أديانهم، اجلس معهم، الشمس قاسم مشترك، والقمر والنجوم والمجرات والنبات والحيوان والإنسان هو كتاب الله المفتوح. كتاب الله المتلو هو القرآن الكريم، كتاب الله المنظور هو الكون. فلذلك أنا أنصح إخوتي الطلبة الكرام، أنا عملت في الجامعة 30 سنة في الجامعة، في كلية التربية في جامعة دمشق، أنصح إخوتي الطلاب لا تحاور الطرف الآخر بالغيبيات، حاوره بالعلم، هذا العلم يخضع له كل إنسان. أهلاً بمن حلوا شيباً وشبانا، قد فاحت الأرض ورداً وريحانا. أهلاً بمن حلوا شيباً وشبانا، قد فاحت الأرض ورداً وريحانا. الكون، أقدم لكم بعض اللقطات. بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب على الشمس 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في العام ضرب 365، 4 سنوات ضرب 4، يعني واحد منكم بدقائق على آلة حاسبة 300,000 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365 ضرب 4. هي المسافة بين هذا النجم القريب جداً، أقرب نجم ملتهب، وبين الأرض. طيب لو في سيارة وفي طريق، افتراض علمي، ركبت هذه المركبة، قسم هذه المسافة على 100، كم ساعة بدك؟ قسم على 24، كم يوم؟ قسم على 365، كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب تحتاج إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب. السؤال الآن، متى نصل إلى نجم القطب؟ يبعد عنا 4,000 سنة. 4 سنوات 50 مليون عام، 4,000 سنة. متى نصل إلى المرأة المسلسلة؟ مجرة تبعد عنا 2 مليوني سنة ضوئية. متى نصل إلى أحدث نجم اكتشف حديثاً؟ يبعد عنا 24,000 مليون سنة ضوئية. 24,000 مليون سنة ضوئية. الآن نقرأ القرآن الكريم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله. لكن في بالآية كلمة لو قرأها عالم فلك
لخر ساجدا لله عز وجل. كلمة مواقع، هذا النجم كان هنا أطلق ضوء، بقي الضوء يمشي في الفضاء الخارجي 24 مليون سنة، 24 ألف مليون سنة النجم كان هنا أطلق الضوء، الضوء سرعته 300 ألف كيلومتر بالثانية، بقي يمشي 24 ألف مليون سنة، والنجم سرعته 240 ألف كيلومتر، أين هو الآن؟ أطلق الضوء وتابع سيره، فهذا المكان مو نجم، هذا المكان موقع النجم. لو الله قال افتراضاً فلا أقسم بالمسافات بين النجوم ليس قرآناً، الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. آيات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تخبر أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. أيها الإخوة الشباب والشابات، ريح الجنة في الشباب، ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب وشابة تائبة طبعاً. إن الله ليباهي الملائكة بالشاب المؤمن والشابة المؤمنة، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، هي آية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. آية ثانية، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق. الشمس تكبر الأرض بمليون و300 ألف مرة، يعني جوف الشمس يتسع لمليون و300 ألف أرض. الآن السؤال، الله عز وجل يقول والسماء ذات البروج، نحن الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد هذه الأبراج برج العقرب، في بها البرج نجم صغير اسمه قلب العقرب. الآن استعدوا للصدمة، هذا النجم الصغير الأحمر المتألق الذي اسمه قلب العقرب يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. أهذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال شنيع، لو كان حبك صادقاً لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. أيها الإخوة، الكون لقطتان، لقطة ثالثة، هذا العالم الكبير الفيزيائي أينشتاين الذي ملأت شهرته الآفاق والذي اكتشف أن الكون محدب، الخطوط في الكون منحنية كلها، والذي كشف سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية، هذا العالم الذي جاء بالنسبية، أي أن الجسم إذا سار مع الضوء أصبح ضوءاً، إذا سبق الضوء تراجع الزمن. افتراضاً لو ركبنا مركبة أسرع من الضوء لرأينا موقعة بدر وأحد والخندق واليرموك والقادسية. هذا العالم أينشتاين نظريته العملاقة يلي غيرت مفهومات الفيزياء والكيمياء بالعالم مدرجة بسطر بالقرآن الكريم، سطر واحد، الموضوع 80 صفحة، عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عقد في موسكو، أنا كنت مندوب سوريا بالسادس ببيروت.
الله عز وجل يقول: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. العرب تعد السنة القمرية، والقمر يدور دورة حول الأرض كل شهر. إذا في طلاب أو طالبات على إلمام بالرياضيات، لو أخذنا مركز القمر ومركز الأرض وصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ من مركز القمر إلى مركز الأرض، هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. ما طوله؟ نأخذه من نصف قطر الأرض مضافاً إليه نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، نصف القطر ضرب 2 قطر ضرب 3.14 البي المحيط. فنحن بحساب بسيط نعرف نصف القطر والقطر والمحيط، تمام؟ ضرب 12 بالسنة ضرب 1000 سنة، لو حسبنا عدد الكيلومترات التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام وقسمناه على ثواني اليوم 24 ضرب 60 ضرب 60، المفاجأة الصاعقة الناتج سرعة الضوء، يعني ما يقطعه الضوء، ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. هو اكتشف أينشتاين السرعة المطلقة للضوء 300,000، أما الناتج السرعة الدقيقة 299,752. هذه سرعة الضوء تأتي من حساب المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام مقسمة على ثواني اليوم. لو نزلنا إلى بعض آيات ربنا في الإنسان، الله عز وجل قال: ألم نجعل له عينين. هذه الآلات التصوير هي احترافية ورقمية ديجيتال، فيها بكل مليمتر 10,000 مستقبل ضوئي، أما العين فيها بالمليمتر 100 مليون مستقبل ضوئي. ألم نجعل له عينين؟ العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون، 8 ملايين لون. العين البشرية بالقرنية طبقة شفافة، شفافية تامة، لأن هذه الطبقة تتميز بأنها تتغذى عن طريق الحلول لا الأوعية الدموية. لو أنها كسائر النسج بالأوعية الدموية لرأيتها ضمن شبكة، لكن دقة صنع الله عز وجل تجعل هذه القرنية شفافة، شفافية تامة، إذ أن الخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها، ينتقل الغذاء عبر الغشاء الخلوي. الآن واحد ذهب إلى فنلندا الحرارة 69 تحت الصفر، في بعينه ماء، لا بد من تجمد العين، تضع قبعة هناك، معطف صوف، ألبسة صوفية، جوارب صوفية، أما العين ينبغي أن تبقى مكشوفة، ومعنى مكشوفة تلامس هواء حرارته 69 تحت الصفر. إذاً كل إنسان عاش هناك يفقد بصره. الله أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد. هي العين، الشم 20 مليون عصب شمي، ينتهي كل عصب بسبع أهداب. الهدب مطلي بمادة تتفاعل مع الرائحة بتشكل شكل هندسي، تشحن للدماغ، بالدماغ في الذاكرة الشمية، هذه الرائحة تعرض على 10,000 بند بلمح البصر،
وين في توافق بين الشكلين؟ بتقول في بالأكل نعنع، في بالأكل كمون، صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذا عصب ماشي بالطريق، سيارة أطلقت بوقة تأتي نحو اليسار، ما الذي حدث؟ في أذنين دخل الصوت اليمنى قبل اليسرى بتفاضل يساوي 1 على 1620 جزء من الثانية. الجهاز بالدماغ أدرك التفاضل فقرر أن السيارة على اليمين، يعطي أمر للأرجل نحو اليسار. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت نايم غارق بالنوم، بتجمع اللعاب بفمك، تذهب رسالة من الفم إلى الدماغ، اللعاب كسر، بيجي أمر من الدماغ وأنت نايم، لسان المزمار يغلق القصبة الهوائية، بيفتح المري، تبلع رئاك، أنت نايم، وأنت نايم الهيكل العظمي ما فوقه من عضلات يضغط على ما تحته من عضلات، الوزن بيضغط، الأوعية الدموية بتضيق لمعتها، لما بتضيق تضعف التروية، تروح رسالة من مراكز الضغط بالجسم للدماغ أنه في أوعية أغلقت، ماذا نعمل؟ بيجي أمر من الدماغ للجسم بيقلب. الله عز وجل قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الطفل ببطن أمه بالدورة الدموية مختصرة، ما في دورة نحو الرئتين، ما في هواء، لأنه الله فتح ثقب بين الأذينين، فالدم ينتقل مباشرة. عند الولادة تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، لو لم تغلق ما في إنسان عايش. يد من؟ الطفل الآن ولد، تأتي أصبع الممرضة أمام شفتيه بمصر رأساً، المسألة معقدة جداً، يعني إحكام الشفتين حول حلمة الثدي وسحب الهواء، في قوة بالأرض تعلم الطفل كيف يمص ثدي أمه. يا بابا الله يرضى عليك مشان تعيش، في قوة بالأرض تعلمه كيف يمص ثدي أمه. العلماء سموا هذا المنعكس منعكس المص، آلية معقدة جداً مزود بها الطفل. لو ما في منعكس المص ما كان فيها المحاضرة، ولا كان في الكويت ولا سوريا ولا العالم. أنا أبي عندي أحد إخواني بالشام، جاءوا ابن ما بيمص، مات، ما حدا بيعيش لولا منعكس المص. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ المرأة حينما تلد الطفل ينزل ومعه مشيمة، قرص لحمي، بالقرص اللحمي يجتمع دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان، لو اختلطا لماتت الأم والجنين فوراً. لو أعطينا إنسان دم من زمرة أخرى بيموت فوراً بانحلال الدم. هذا القرص اللحمي يجتمع فيه دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان بسبب غشاء بينهما اسمه الغشاء العاقل، سماه الأطباء الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ الغشاء العاقل يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين، قام هذا الغشاء بدور جهاز التنفس، ثم يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز الهضم، ثم يأخذ الأنسولين من البنكرياس يضعه في دم الجنين، صافي عند الجنين أكسجين وسكر وأنسولين، بيحترقوا بيولدوا حرارة، الجنين حرارته 37، من أين جاءت؟ من السكر والأكسجين والأنسولين. الآن الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم كلها، جميع الأمراض التي أصيبت بها الجنين محصن منها، بل لو أن الأم تسممت بمادة سامة السم لا ينتقل للجنين، هذا الغشاء العاقل يمنع وصول السم إلى دم الجنين. الآن الجنين الأم
في عنده غذاء بدمه، هذا الغشاء العاقل بيعرف كم يحتاج الجنين كل ساعة من البروتين والسكريات والشحوم الثلاثية والأنسجة، كل الحاجات ينقلها الغشاء العاقل إلى دم الجنين. نعم، بيحدث بدم الجنين بيحدث ما يسمى بالاستقلاب، فضلاته حمض البول، الغشاء العاقل يأخذ هذا الحمض من دم الجنين يضعه في دم الأم، يقوم بأعمال مذهلة. وإذا كان الأم في أكل ما بتاكلها وبحاجة إلى الجنين تشتهيها وهي حامل، شهوة الأم الحامل حاجة الجنين. صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها الإخوة، وفي الأرض آيات للموقنين، ما كلفنا أن نعبده والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. ما كلفنا الله أن نعبده إلا وقد أعطانا مقومات التكليف، الكون والعقل والفطرة والشهوة والحرية والوقت، والحمد لله رب العالمين.